سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، ولا فيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بصحه جيده، مس الخف لا، وان شاء الله اتيمك بخير وعلى خير، ولا فيديو تاعكم تفديك الانفم ان بون سونتي سياقين واحد نوال لا ستار لا ستار راح تايا نصدم مس الخف الخير يا عزازه ما تنحش بو خياتي، انا مع لا ستار نوال راهي زعما راهي تحشم، وهي عندها شحال تقولي نديروا مع بعض هكذا فيديو. اليوم كي جبتها معايا اي ما حبيتش تهضر معاكم. اي ناس ان شاء الله مس الخير بس تقولي صافا ان شاء الله ان شاء الله تيميك البيع ابوني مجي ساغا شانيلا فوالا ابوني فوالا هي قالت لكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وابوني وعند ساغا شانيل راهي دارت لي شي شويه نورمالمون لا فيديو هي تخدم ليك سيرتو صحابينا فوالا سيرتو صحابي واش حبيبي لا سيتي فوالا قلت لكم نورمالمون هاد لا فيديو راح دير سوكسي باذن الله باسكو راهي هنا معايا هاكو على بالكو راهي بدات تشكى في روحها. الوغ اليوم انا خرجنا جبت اغيس لسبور كما على بالكم يدير لا بيسين دونك يعني اسكو سو داير لايك لا فيديو ديك لا بيسين لهاد السنه مازال ما دارت لكمش كامل هكذا روتين هنا مع كي رجعتو هكذا لا بيسين دونك راني ديتو او دخل دونك انا قريب يخرج دونك نعسو هكذا باش يخرج وقعدوا برك هكذا باش كي نزيدو ندخلوا للدار راح نشارك معكم وصفه بزاف 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 بنينه دونك كي كنتي دنانه وانتي دا سي فان سوفا هاد اغيس وقتي دا سبور دونك كي داير قلينا بقاو حنا نوال لاست على لاكتريس انت انا نتاع سكا ديفور سينا كثير ما ديفور اثنا وكخم وابخي انا قيم امكان بارطاجي دي دو انا كي اوف لا روسيت بزاف بزاف بنينه الوغ تروحوا مع بعيد اي سو مار لي جيم ان كومونتير يدي سلام مورال واحد البارطاج واحد واحد باش دان بارطاجي ما كاين ما زمر لا فيديو ماكسيموم لو ماكسيموم لا شين فوالا واحد كومونتير علم بليزيور كومونتير 2 3 5 يعني شاك بيرسون زعما داير لي بليزيور كومونتير هكا باش تالي لا فيديو وتفرجني بزاف من الدين هكا وات مغر لما هناك لا فامينا كني كنت قارغه شاك فوا كيما قلت لكم خياتي قلت لكم دونك ما تروحوش بعيد تقعدوا مع الفيديو راح نخليكم هنا ونتلاقاو في الدار باذن الله وما تنسونيش بالجيم بالتعليق اللي طلع لي المورال اللي يحفزني باش نزيد لكم فيديوهات اخرى والبارطاجيو قدر ما تقدروا يعني بارطاجيو لو بارطاج القناه ولا الفيديو قد ما تقدروا يعني لو ماكسيموم ديالكم نقولكم نتلاقاو من بعد في الدار سلام. مساء الخير واش راكم حبيبه قلبي يا راني طليت عليكم بفيديو خفيف وظريف ولكن يعني باش غير نقولكم ما نسيتكم شاركوا في البد يا احلى عائله ازول فلوان ان شاء الله تيميك بخير اكيد زعما يعني كل ديبي يعني زي لا جورني تنبدا وانت داك كبرها وانت داك قست عاد نعاود ندور هكا اغيسه تاع السبور ان شاء الله تيميك بخير دونك ابارت طلع داك في اللون كي سلا فيديو خفيفه تخفيفات هكا كان يعني باش ميك يعني اكون ديني عقليكم قلبال يعني كوم سهي غرا يعني وزمي غير قيمه بلا موكم داير هكا لا فيديو دونك كنتي دين غير اسما يسونتاس لي جيم يسونتان كومونتير دي سيل مورال اي بيان سور لو بارطاج يعني سي تري امبورطون دونك كيما قلت لكم خياتي قلت لكم هنا راني نعسفي وفي وليدي خرج من لا بيسين دونك نقول لكم ما تنسونيش بالجيم ما تنسونيش بالتعليق والبارطاج وهنا حبيبات قلبي هنا بعد ما رجعت للدار هنا راح نشارك معكم اي احلى تارت بالتفاح يعني احلى كيكه بالتفاح يعني اون ميرفي اون ديليسيوز تارت او بوم نقول لكم غير قعدوا برك حتى الاخير راكم رايحين تشوفوا طريقة التحضير ديالها بأبسط طريقة دونك ناو انتي دايس منا وانتي اكاك ميدولا كخم البارطاج جديد هنا غوساتيني لا تارت او بوم يعني سلا تخي فاسيل ا بريباري اي الي ديليسيوز يعني بزاف 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 بنيز دونك قيمت كان كلامي لا في لا فيديو انا حنعدي نزر لا غوساتي دونك حبيبه قلبي هنا للوصفه واش نحتاج كاس مع كاس غير ربع فرينه هنا يعني كما قلت لكم كاس يكون معمر وكاس ثاني يكون ناقص يعني ناقص ربع مع كاس ناقص زوج اصابع تاع السكر راح نزيد لهم زوج حبات بيض
باكي خميرة الحلويات، فانيليا، نص كاس أتاي حليب مع نص كاس أتاي زيت. هنا المقادير جد 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 مضبوطة، ولكن يعني ديروها بهذا يعني المقادير هذو راكو رايحين تنجحوا فيها. دونك انا وانت دي استمعي لا غوسيتي لا تارتو بام دي شحوجا احوج الكاس كاس وحي الكاس غير ربع من الفارينا. دونك الكاس الكاس هذه اللي تشور الدوزيام هذه اللي ينقص زيس ربع الفارينا اسانوغ لافاني اسانوغ تم تبيكي تنتمتونت اسانوغ الكاس هذه اللي ينقص زيس سين سيني توضان نسكر اسانوغ سنير نتملالين تبيكي تنتمتونت بيان سوغ لافاني وحي أزقن الكاس لاتاي نزيد هاك نزارم وحي أزقن الكاس لاتاي نويفكي ناو دي يعني لا غوسيت يعني لي ميزور ينس فريمون 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 يعني سي اكزاكت ورنوم وتزيدم ونقسم وسنقسم يعني كيما علم كان كاس لا فاصون يعني راكم تنجح راكم تفقد تخلف يعني لا غوسيت هي زعما الكاطوي ديال فريمون توب دو توب بنيني خفيفيت وتاس داكينا وتاس دات كواكز داخل دونك قيمت كاين كا ابري لا فين انا حسنا نو ان ميلونج ني ماجيك ارسنا نو لا فين انا غادي فكن نكايا بلي تاس داك تعسل تاس داكيت بزيت لميز داخل. دونك حبيبه قلبي قلت لكم بعد ما كملت كامل هذوك المكونات راح نخلط بهذه الطريقه غير بالخلاط اليدوي يعني ما نحتاج للباتور نخلط كامل هذوك المكونات ونتحصل على هاد لاباري اللي تكون ثقيله شويه يعني لا تارت او بوم لي تارت او بوم اون جينيرال لاباري ديالنا لازم يعني لازم تحصلوا يخرجوا لنا هكذا ثقيله هذيك لاباري لازم تخرج لنا ثقيله باش كي نحطوا هذاك التفاح من الفوق ما يهبطناش لداخل هذاك ما يدخلش داخل هذيك لاباري. دونك ناو انت دي فوا خلطت هيك الميلونج ني اي دفرا كي لاباري ني نو كي تزاينت ناو يعني لي تارت او بوم اون جينيرال لاباري ني لا قدا ساكي تزاينت باش ما ساكي لي بوم ني لي ترونش ني دو بوم كاسوفل وكتشمتا كاس داخل لاباري ني فوالا سينا دما داكي le moulino واش سوار دونك نوي علم لو مولي تبغي تبغي كاري ريكتانغل كي على كا لو مولينو رون ابري سا دهنا جو في بوري سي لو بورن على مارغارين ابري اسرسا اسمير لا بارينينو كي يزدخل ازدخل ليك. دونك كيما راكم تشوفوا خياتي قلت لكم بعد ما خلطت كامل هذيك المكونات حصلت على هذيك لاباري اللي تكون ثقيله. من بعد هنا رفدت السينيه ديالي اللي تروح للفرن لا هنا خيرت هاد الشكل الدائري نتوما ديروا الشكل اللي حبيتو مستطيل ولا مربع اللي حبيتو. من بعد راح نفرغ دهنتو كامل هكذا بلو بور من بعد راح نفرغ هذاك الخليط داخل هذاك الصينيه. لن ينسانا الله سيؤتينا من الغيب أحلى فينسينا ما قاسينا لن ينسانا الله لن ينسانا الله وسيغنينا به عن سواه فلا نطلب الله إياه لن ينسانا الله لا ينسانا الله ستحط وهنا اللي خديت هكذا كميه تاع التفاح. شوفوا هنا ما يعني ما راحش ندير هذه الكميه كامل هنا الا عندهم الا كان عندكم تفاح يعني يكون كبير الحجم يعني تكفيو بزوج حبات. الا عندكم هكذا تفاح كيما انا يعني اللي يجي هذاك صغير انا خديت برك هكذا ابي بري باش نشوف يعني شحال من الكميه اللي راح ندير يعني راح ناخذ ما بين زوج حتى ثلاثه حبات فوالا راح نقطعهم هكذا شرائح من بعد راح نعصر عليهم حبه قارص هكذا باش ما يكحل باش هكذا يقعد يحكم هذيك اللون ديالو وما يوليليش كحل. من بعد يعني راح نستفو كامل هكذا من الفوق هذيك لاباري. دونك كي نزامت دينا وانت داير عداد كدما لا التفاح ناو كي صايغت شنو ما تصايمه كتفاحنا مقران سنه التفاحين اشاطاون من كي كوم صايغ تفاحيه مزيان. دونك دما داك كان بي بري دونك لي مرا كي يساوي كونتر دو لي مي 3 بوم اتبتو كي اوكي اون ترونش ابري ديد ما اصز معاك القرصه كسوف الباش يتقلى هذا باش هادي تفكيني
هذيك مكياج تفكي لا كولوني ناس ابخي دي ماكي اسقى ذاك لك سفل لا باغين اكي صاي داير يعني ابي بري كان ماشي اوبليجي انا تقعد مثكي مليح انا تسسم ابي بري بالا اكسينات على كي كي اتيا كالفور اتو هذه لي بيان سور لي حمار لو فورينو على تمبيراتور 180 دغري اث على كا اذيو اكني سوي المسكوتشو اسما راه بيكي راكي الموس دخل اي دي فايكاو دينا العلمه باللي لو كاتوينو ايوا كيما راكم تشوفوا خياتي قلت لكم بعد ما قطعت هذاك التفاح هنا راني خديت نديرو كامل هكذا سير داير فوق هذيك الكيكه قلت لكم يعني ماشي لازم يعني تديروه يعني اكزاكت يعني بطريقه يعني سبيسيال ولكن يعني ديروا غير هكذا كان عشوائي المهم هكذا صاير داير حتى يعني يتغطى كامل هذاك الوجه ونحطها هكذا طيب على درجه 180 درجه يعني اللي كنت سخنت الفرن ديالي من بعد كي دونك هكذا من بعد راح نجوزو نوجدو هذيك لاباري ماجيك اللي قلتها لكم مقبل دونك لاباري ماجيك هذيك واش نسحق هنا دوبت 80 غرام مارغرين ولا زبده من بعد راح نزيد لهم 100 غرام سكر غلاس سكر كريستاليزي ولكن عندكم هذاك السكر البني زيد لهم هذاك السكر البني اللي ما عندكمش سكر بني يعني معليش ديروا غير هذا السكر العادي من بعد راح نزيد لهم حبة بيض ونخلط كامل هذو المكونات انا اللي دار السكر البني يعني ما يزيد حتى اضافه الا كان اللي خدمت بهاد السكر هذا العادي تدير رشه تاع القرفه يعني هذيك القرفه راح يعطي لنا اللون والذوق كما على بنات التفاح يمشي مليح مليح مع القرفه دونك انا كوم ما عنديش السكر البني درت السكر العادي دونك انا راح نزيد هكذا الرشه تاع القرفه باش تزيد لي في البنه وال يعني في هذيك التحميره اللي نسحقها هكذا من بعد دونك كي نزام دينا ود الميلونج ماجيك نيد شو الخلطه السحريه نيد شو حوايجها ديس لي خص في 80 غرام لا مارغرين نار لو بور رني 100 غرام لو سكر نعاود ندير لو سكر وني ساعه لو سكر رو اسي خدم لو سكر رو وني ساعه انا سي خدم لو سكر كريستاليزي ام نكي مي اسان نو كي رشا كاينين القرفه وني كان سكر رو وسرنا القرفه ابري واحد تملات اسخلطي كلا كي الميلونجي وتجاكي دو كوتي حاشا ما سوي داك الكاطو تني دونك كيما قلت لكم راح نخلط كامل هذاك لو ميلونج تاع هذاك الخليط من بعد راح نخليه في دو كوتي حتى طيب لي هذاك الحلوه وهنا اي لك الكيكه ديالي بعد ما طابت لي شوفوا يعني كي دخلت هكذاك الموس ديالي او خرج لي يعني ناشف من بعد انا واش راح ندير راح نتقبها كامل بهذه الطريقه من بعد راح نفرغ هذاك الخليط من الفوق باش هكذاك الخليط هذاك كي نفرغو راح يدخلني حتى لداخل وراح يعني الكيكه ديالي راح تتشمخ لي حتى يعني للقلب ديالها دونك كي نزام ترينا اون تي دون فوا تو كي لا تختني دي دماغ داك كي بيكي اختي كلا كاس الموس دماغ الميلونج نا كاس ماغ داك كيس داخل سوف لي سكا وات جرا كي حاش ما تسوا تيكل ناو يعني بيكي غدي باش اميك الميلونج ناديك شمك الميدز داخل اتسويت لا تختني وتس داكيني يعني تبزي وتسز دها كثكاو كسي نادو حتى راكا غو الفوغ مي داشو اشالا جوستي وساون وذ جو حاشا مدين تحمر يد مليح مليح لا تختنينو يعني دايت هو سي جوست كحوجة جوست كان الميلونج ني اي دي كراميليزي كي قلي كوتي واحد سوفو بلوس كذا غن وحتى ملات نسنا لكن اتليت بيان توا دونك كيما قلت لكم راح نردها للفرن ونشعلها غير من الفوق لو طون ما تحمر لي برك تعطي لها ديك التحميره من الفوق كيما راكم تشوفوا وهذاك السكر راح يتكراميليزا كامل وانا بعد ما حمرت لي الكيكه كيما راكم تشوفوها وتكراميليزا كامل هذاك السكر انا نحيتها وانا راح نديمو ليها ونحطها في طبق تقديم ونتلاقاو من بعد باش نشوفوها كيفاش خرجت في وجهها الاخير ايلي كان بعد ما يعني ما ديمو ليتها من مسنيوه وانا نشوفها يعني كيفاش جات ما شاء الله جات مشربه وجات خفيفه خاصه خفيفه وجات يعني واحد شقوكم واحد الريحه تاع التفاح تاع هذيك الكيكه وهذاك الكراميل والقرفه واش نقولكم حبيبه قلبي شهيتكم في الصحه شهيتكم في الجنه ان شاء الله
وهنا راح نجوز نقطع لكم هكذا باش تشوفوا كيفاش جات هكذا من الداخل. دونك كي نظام داينا وانت دي فوا توكوا اون فوا زعما كي تحمروا دتيا نونت دي موليغ تاع الاختي داك هكاك تمجلو فيكا ديتو عاد داككم دبطو باش تزرم يعني كي دايما زيت تحمر مي باش تزرم يعني امشي توسد يعني خفيفيت توسد زدخله كتبزي يعني توسد ما شاء الله يعني كاين زريم فيت في بيان في دقيقه يعني تمتم يعني وتحوج عليك بزاف الوقت تمتم لا تخت نعديتي دقيقه توجد يعني ام نمتيه لي على لا ماشين اون مارش وساد خماتيني تو وثيت تا ماشين مزود فكره يعني باش اكون دينا يعني باللي لا تختيني تمتم يعني تي سجدمت واتشمت الصحه نونت ان شاء الله كنتي ني شيخكم تقل جن شيخكم تك الصحه كنتي دونك اون فوا يسهم تركي سلي جيم سلي بارتاج واحد ان كومونتير كي دي سلام ولا كنتي دينا تشكم تقل من السلام. كما قلت لكم خياتي هنا نكون وصلت لنهايه الفيديو نقول لكم ما تنسونيش بالجيم بالتعليق اللي يطلع لي المورال اللي يحفزني باش نزيد لكم فيديوهات اخرى جديده. نقول لكم دمتم في رعايه الله. السلام.